السلام عليكم ورحمة الله، أطبائنا زملائنا في كل ربوع البلاد العربية، طبتم مساء، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم، نورتوا وشرفتوا، أمسية طيبة مع ضيف طيب من اليمن العزيز، مرافقنا في خلال أيام العيد، لبى دعوتنا ونورنا وشرفنا. أنا شخصيا متشوق لهالمحاضرة العظيمة، نورتني دكتور أحمد شوقي من اليمن، أهلا وسهلا بك حبيبي، تحية طيبة لك ولكل متابعينك ولكل محبينك. أنت من الناس اللي عندها متابعين بشكل غريب وعندها محبين بشكل غريب، فأنا حسدتك في الناس المحبة اللي يحبوها لك الناس، فأنت كيف كاسب قلوب الناس؟ كانت تقولي الحاجة هذه قبل ما نبدو. مرحبا فيك دكتور، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، وشكرا لك على إتاحة المنصة العربية بيستفيد منها آلاف الأطباء في الوطن العربي، وأسأل الله أن يكتب لك الأجر في هذا وفي هذه الأيام المباركة. فعلا حقيقة دكتور نبراس، أنت من الأشخاص عنده عطاء غير محدود بدون مقابل وشعلة من الحماس، كثير الله يتبعك، بإذن الله نحن بنكون مثلك بإذن الله وماشيين نفس طريقك. مقدمة الطريق يا غالي، وشرف لي كبير وجود قامة مثلك في منصتي، الله يبارك فيك، وتحية لكل زملائنا في كل مكان. طبعا اليوم موضوعنا حنتناوله فيه موضوع من أهم المواضيع اللي ممكن إن هي تعرقل علاج العصب أثناء الشغل متاعك، موضوع جدا شيق، موضوع من شأنه إن هو يوقفك أثناء الشغل، ألا وهو الكيرفيد كانالز والقنوات المنحنية. أمانة نهنيك على هذا الاختيار دكتور أحمد، اختيار جدا موفق للعنوان، وحالاتك شدتني فعليا في الشغل، فنبوك تفيض علينا بكرمك وتعطينا الـ اكثر التريكس تحبها في شغل هذه الحالات، وشن ممكن الزملاء يستفيدوا من هذا اللايف. زملائنا في خلال دقيقتين باذن الله حنبدو في اللايف، حبيت نعيد عليكم جميعا قبل ما نبدا، عيد مبارك وطيب على الجميع، كل الزملاء من الجزائر، من اليمن، من العراق، من ليبيا، من مصر، من تونس، من الأردن، من فلسطين، من سوريا، من الشام، من تونس، من كل البلاد العربية لو نسينا أي بلاد، خلال دقيقتين بإذن الله ونبدو مع بعضنا، ديروا لنا شير اللايف ليصل لأكبر عدد من الزملاء، واستنونا في خلال دقيقتين حنبدو مع بعض بإذن الله. علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء، أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن.
نبدو محاضرتنا مع ضيفنا الكريم دكتور أحمد. معك قرابة الأربعمية وعشرة طبيب في البث، نورونا جميعا وأهلا وسهلا بكل حضورنا الكريم، وتحية طيبة مباركة للجميع في هذه الأمسية الطيبة، ونسأل الله أن يكون لك في ميزان حسناتك أخي الغالي، ونورتني وشرفتني، لك كل المساحة دكتور. أهلا فيكم جميعا ومرحبا، وإن شاء الله أكون عليكم ضيف خفيف في هذه المحاضرة ويستفيد منها الكثير بإذن الله. قبل ما أبدأ حابب أقول أنه نحن كأطباء أسنان، كأشخاص جي بي أو أشخاص آخذين ماستر أو بي اتش دي، نحن لازم نكون أبديتد. هذا الكلام واصل أكلم فيه نفسي وأكلم فيه الزملاء. العلم الموجود حاليا ممكن بعد 5 سنين 10 سنين يتغير تغير تام، فواجب الشخص يكون updated improvement للسكيلز الموجودة، إضافة إلى قراءة الارتيكلز قراءة الكتب. بإذن الله جميعنا كأطباء أسنان في الوطن العربي نكون قادرين نحن نشتغل شغل بيرفكت في أحسن المستويات العالمية بإذن الله. طيب بالنسبة لموضوعنا بإذن الله حيكون على موضوع الكيرفت كانال، حنتكلم عليه بشيء مبسط مع بعض التيبس والتريكس بحيث يستفيد منها الجميع الموجود في اللايف. طيب تمام دكتور تفضل. كذا عشان نكون واضحين وصادقين مع نفسنا، الإنسان يحب الستريت فورورد، يحب الصراحة، يحب الوضوح، يحب كل شيء يكون عبارة عن ستريت، صح؟ صحيح يا دكتور نبراس؟ صحيح. نحب نكون واضحين وصريحين، بس للأسف الحياة بتخلينا نمشي في متاهات، فعلياً بتخلينا نمشي في متاهات، ولازم نكون نحن قادرين نتغلب على هذه المتاهات. الموضوع كمان كذا أشبه في حالة معالجة العصب. حالة معالجة العصب في حالات كثيرة بتكون ستريت فورورد، حالات بسيطة، حالات أي حد يشتغلها. بس عشان تتميز وعشان تقدم خدمة ممتازة للمرضى لازم ندخل في هذه المتاهات. هو دكتوري بالله بنستقطعك في النقطة هذه بعد إذنك للحظة. الناس اللي تفكيرها منطقي واللي تفكيرها عادي يدور في الحالات الستريت فورورد، لكن لو كنت مهووس ومجنون حتبحث على الحالات الملتوية. أمانة دكتور أحمد وهذه للزملاء، لمدة 6 شهور أو 7 شهور من شغلي نبحث على الحالات المعقدة، تصور ونشتغل فيها مجاناً. تخيل مجاناً، يعني تخيل أني يعني متفق مع زملائي اللي يكسر فايل في قناة يأخذ القيمة من المريض في عيادته ويبعث لي الحالة ونشتغلها مجاناً. تخيل، فالفكرة أنك أنت تنمي السكيلز في يدك فهذه فعلاً فعلاً. بارك الله فيك الدكتور، فعلاً الترينينج والسكيلز حاجة مهمة جداً جداً، وهذه السكيلز ما فيش فيها ليميتيشن، يعني مش عبارة عن كم شهر أو كم سنة، هذه السكيلز بتتنمى عبارة لسنين قدام أيضا. فبإذن الله أنه جميعنا نكون ماشيين في موضوع الترينينج والإمبروفمنت للسكيلز. طبعا أنا الدكتور أحمد شوقي من اليمن، خريج جامعة صنعاء 2017، حاليا تيتشنج أسيستنت في صنعاء يونيفرسيتي وسبا يونيفرسيتي، وأعمل حاليا في عيادة بيرفكت. لو نلاحظ الطرقات الموجودة أيضا فيها كمان كيرفيتشر وحاجة بتخلي المنظر جدا جميل. لو جينا نشوف الصورة هذه الموجودة، واضح أنه في كيرفز في الطريق في اللي بتمشي فيها السيارة. أوكي طيب، لو جينا سألنا نفسنا ليش المهندس أو ما السبب أن المهندس ما فعلش طريق من هذه النقطة لهذه النقطة، يعني حاجة حتكون كانت أسهل بكثير. عشان نجاوب على هذا السؤال، فعليا لو كان في طريق من هنا إلى هنا، يعني من بداية الشارع إلى نهايته، هيحصل انزلاق للسيارة. الأمر كذلك أشبه في حالات معالجة العصب، لو إن إحنا ما مشيناش في الطريق الصح هتحصل معانا complications ومشاكل أكثر. طيب هدفنا من هذا اللايف إنه يكون كل طبيب قادر يعمل mastering الكيرفت كانال، نكون قادرين نعمل ماسترنج الكيرف كانال من ناحية الانسترومنتيشن، من ناحية المانجمنت. في دراسات عملت على الفريكوينسي والديجري اوف كيرفيتشرز ان هيومن بيرمننت تيث، وخلاصة الدراسة
وجدوا أن أكثر من 80%، يعني لاحظ أنه أكثر من 80% من الهيومن بيرمننت تيث فيها كيرفيتشر. ممكن حد يسأل يا دكتور أنا فعليا أشتغل كثير في العيادة بس ما رش ملاحظ هذه النسبة العالية 80%، يعني نسبة ظل كبيرة جدا. بس خلاصة الدراسة أيضا أنه الحالات اللي فيها سيفير كيرفيتشر يعني بزاوية أكثر من 35 درجة مئوية هي الحالات عبارة عن 15% فقط، يعني 80% من الحالات فيها كيرفيتشر أوريدي، بس بتكون أغلبها سلايد كيرفيتشر، يعني الأطباء حاليا هو أوريدي بيشتغلوا حالة كيرف بس مش قادرين أو تنقصهم كم سكيلز عشان يشتغل حالات فيها سيفير كيرفيتشر. فواجبنا نحن هنا بس نحن نعمل improvement skills هي already موجودة عند الطبيب. طيب why afraid؟ ليش نحن بنخاف أو ما السبب إن نحن بنخاف من حالات الكيرف؟ ما السبب إن الطبيب بيخاف من حالات الكيرف؟ ممكن أحد الأشياء البروكن فايل بتحدث بنسبة عالية في حالات الكيرف. فعليا البروكن فايلز تعتبر كابوس نايتمير للطبيب اللي بيعالج الحالات. وفعليا كمان انه حالات البروكن فايل في الكيرفد كانال بتكون المانجمنت فيها اصعب بكثير من الحالات الستريت فورورد. يعني اذا حصل بروكن فايل في حالات الستريت فورورد بتكون اسهل بالتعامل مع حالات التي حصل فيها بروكن فايل في الكيرفد كانال. وهذا الشيء لازم ننتبه فيه وقت العمل، ان احنا ما نصعبش الحاله اكثر، ان احنا بنحاول نمشي من البدايه بخطوات صحيحه بحيث ما يحصلش عندنا اي كومبليكيشن. هذه الصوره انا احب اطرحها في السلايدات. الاطباء الخريجين بيقتنعوا انه اذا حصل عنده بروكن فايل بيدخل في ستريس، اكتئاب نفسي، بيدخل في احباط. فعليا كل الاطباء بيحصل عندهم بروكن فايلز، كل الأطباء بيحصل عندهم complications. فالموضوع بس كيف تكون، كيف تتعامل مع الكومبليكيشن هذه وكيف تقدر تتجنبها. أوكي صحيح دكتور نبراس كلامي صحيح، كل الأطباء يحصل عندهم broken files؟ كلام صحيح لا غبار عليه. prevalence of fracture in apical third بتوصل إلى أكثر من 50%، يعني أغلب حالات البروكن فايلز أو السيبريتد انسترومنت بتكون في منطقة الأبكس، وأغلب حالات الكير بتكون فعلا في منطقة الأبكس، فلازم ننتبه في هذا الشيء. النقطة الثانية اللي بنخاف فيها في موضوع الكيرف هو الليدج. الليدج فعليا من أكثر الأشياء اللي بتخوفنا في حالات الكير. إذا حصل معانا كير بتصبح الحالة أكثر معقدة، يعني بدل ما كانت فيها كيرفيتشر بس حيكون معانا كيرفيتشر ولج، وممكن لو مشيت غلط حتوصل من لج الى برفريشن. في احدى الدراسات وجدوا كانسيدنس اوف لج فورميشن، معرفه نسبه حدوث اللج، نهايه الدراسه انه اكثر من 50% من حالات السيفير كيرفد كانال بيحصل عندها لج، وهذه نسبه كبيره لازم ننتبه لها. لازم نحن ننتبه لها ان احنا نتجنب حدوث اللج. حنعرف كيف نتجنب نحن حدوث اللج. طيب اذا شفنا السكسس او النجاح بشكل عام حنقدر نقسمه الى ثلاثه اقسام. اناليسس، نحن بنحلل الحاله ونعرف هل هي سهله صعبه، بندرس الحاله من جميع الاتجاه. لازم يكون معانا ويبنز، نحن كاطباء اسنان بنعالج في الروت كانال، لازم يكون معانا ويبنز. الوبنس طبعاً هي عبارة عن الفايلات، الأجهزة، الأدوات اللي بتساعدني في الحالة، بدونها أنا لا شيء، بدون الوبنس أنا لا شيء. كمان وجود الوبنس لحالها مشي كافية أو التولز مشي كافية، لازم يكون معي knowledge، أكون عارف بالتكنيك، أنا عارف كيف استخدم طريقة الفايل، كيف استخدم السيكونس تبع الفايل. هذه الأشياء مهمة جداً. طيب الأناليسز، موضوع الاناليسز نحن بنفحص الحاله من والى، وهذا الشيء ما بتكلمش عليه انا في حاله الكيرفت كانال بس، في حاله الاندودونتيك بشكل عام، حتى حالات الكومبوزيت، حالات كراون بريدج، لازم نعمل تشخيص كامل للحاله قبل حتى ما ابدا العمل. في مقوله بتقول knowing the direction to move is the first step of success، بمعنى معرفه الطريق البدايه هو اول خطوات النجاح،
ولو انا مش عارف طريقه البدايه ومش عارف الخطوه الاولى لا انا داخل في شغل غلط. فاعرف الطريق صح اعمل اناليسس اخذ بري اوبريتيف اكس راي، في هذه الحال بعرف اوصل الى تريتمنت اكسلنت تريتمنت بيكون. اما لو بديت خطا ما عملش بري اوبريتيف اكس راي، اشتغلت من البدايه خطا ما عملش اناليسس صح، هنا اوصل لكومبليكيشنز وبتصعب الحاله كثير، وفعليا المريض حتى حيفقد ثقته فيك، وبيأثر هذا الشيء على نفسية الدكتور ومش قادر حيكون يتطور بشكل مستمر. فنمشي من البداية صح عشان نكمل صح. طيب نحن في البري أوبراتيف إكس راي إيش بنشوف فيها؟ بنشوف الكرديتشر هذا هل هو جاي في الكرونال وان ثيرد، هل هو جاي في الميدل، هل هو جاي في الأبيكال ثيرد. هذه الأشياء بندرسها بالبري أوبراتيف إكس راي. فإنك تعمل أشعة بري أوبراتيف إكس راي شيء إلزامي، شيء إلزامي عشان ما تنصدمش بالحالة من بعد. كمان نشوف فيها هل الكيرف جاي من ناحية البكل أو اللينجوال أو الميزيال أو الديستال. نحن في البري أوبراتيف إكس راي without shifting بنشوف الكيرف جاي يا ميزيالي يا ديستالي، صحيح؟ طيب إذا كان الكيرف جاي بكلي أو لينجوي بتكون الأمر أكثر صعوبة، مش حنعرف فيها. فبعض حالات السلوب تكنيك أو الشيفتين بيكون جدا مناسب، فبيعطينا صورة أولية للحالة. طيب كمان بنشوف هل هو عبارة عن كيرف واحد، هل هو عبارة عن اثنين كيرفز، يختلف التعامل مع الحالة. الكيرف إذا كان كيرف واحد بتكون الحالة أسهل من الدبل كيرف. إضافة إلى الديجري أوف كيرفيتشر، هل هي عبارة عن زاوية 10 5 90، بيختلف كمان التعامل. فنحن نعمل analysis الحالة بشكل عام، إضافة إلى لازم نعرف هل هو الفيرست تريتمنت، هل البيشنت هذا أو المريض تم علاجه مسبقا وحصل عند الدكتور complications ولا لا، أو أنه جالي أول مرة. إذا جاء أول مرة إلى الطبيب بيكون التعامل معه أسهل. لاحظوا هذه الحالة تم تحويلها إلى عيادتنا. الحالة هذه رغم انه هنا في سلايد كيرفيتشر، يعني حاجة خفيفة بس في الكيرف، يعني حاجة ربما اقل من 10، بس في كومبليكيشنز هنا، في بروكن فايل، في جيت ابيركا اكسترودد فروم ذا بروفريشن، فبيكون التعامل معها اصعب بكثير. اضافة للحالة على اليمين هنا في بروفريشن، في بروكن فايل رغم انه الكيرف كان سلايد كيرف. فان احنا بنقيم الحالة وبنعرف هل هي تم علاجها مسبقا فيها complication ولا لا، شيء مهم جدا. ربما يكون الكيرف حاجة بسيطة بس في complications، في ledge، في perforation، هنا تصبح الحالة معقدة أكثر. طيب مثل ما اتفقنا هنعمل pre-operative x-ray بshifting and without shifting عشان نحدد الكيرفيتشرز. كمان هذا الشيء بنعمله في أي حالة اندو. لاحظوا هذه الحالة، هذه الحالة فيها هوك شيب، بنسميها الهوك، شكل الهوك. هذا أول ما نشوف هذا الشيء في الإكس راي، أول ما نشوف هذا الشيء في الإكس راي أنا عارف إنه هنا في كيرف يا بكالي يا لينجولي. فموضوع الشيفتنج مهم جدا. هذه الصورة مش حتوضح معي إذا كان ما في الشيفتنج، فأنا عارف هنا يا الكيرف يا بكالي يا لينجولي. كمان الماكسيلاري أبر لاترال إنسايسر في كثير بيستهينوا فيه، للعلم هو فيه كيرفيتشر جاي لمنطقة الليبيال، بيكون فيه كيرفيتشر بسيط، فننتبه لهذا الشيء وقت العمل على الأبر لاترال. الشيء الثاني الأبر سكس في البلاتر روت بيكون فيه كيرفيتشر اتجاه البكل، البلاتر روت تبع الأبر سكس أو الأبر سيفن في بعض حالات أيضا بيكون فيه كيرفيتشر متجه لناحية البكل. هذا الشيء ننتبه له كثير. في كثير أطباء بيسألوني يا دكتور أنا دخلت في بلت الكنال ورغم إنها واسعة بس مش قادر أحصل على الفول وركينج لينث، الأبكس لوكيتر مش بيعطيني قراءة. ففعليا بيكون في كيرفيتشر هنا، الدكتور ممكن يعمل ليدج هنا في هذه المنطقة وبالتالي مش قادر يوصل للكيرفيتشر الموجود هذا. فننتبه لهذا ونحن بندخل اول فايل بنعمل البري بندنج. هذه حاله جاءت لنا العياده، هذه حاله جاءت لنا العياده فيها اخذنا لها سي بي سي تي. طبعا السي بي سي تي او
تكون بين كمبيوتر توموغرافي بتعطينا صورة ثلاثية الأبعاد للسن، بنحتاجها في كثير حالات. في هذه الحالة احتجناها، لاحظوا أنه في الكيرفيتشر في البلاتل هذا الكيرفيتشر جاي من ناحية البكل، فننتبه. طبعا كان فيها هنا لج بسبب أنه الطبيب ما انتبهش لموضوع الكيرفيتشر في البلاتل. طيب في كمان طريقة أخرى غير البري أوبراتيف إكس راي غير السي بي سي تي، إن إحنا نعمل كانال إمبريشن. الإمبريشن المقصود هنا مش تبع الكراون والبريدج، مش تبع الدنشر، لا، الإمبريشن خاصة فينا في الإندو. دكتور نبراس طبعا معنا إمبريشن في الإندو، ها حاجة معنا الإمبريشن نحنا في الإندو، إن إحنا بنحط الفايل ستينلس ستيل كي فايل أرقام صغيرة 8 10 8 10. أول ما أحط الفايل داخل القناة الفايل حيعطي لي طبعة أولية للقناة، فافتراضا دخلت الفايل هذا حصلت على هذه الطبعة، فأنا عارف إنه السن أو داخل القناة فيه كيرفيتشر بنفس هذا الحجم. لكن دخلت الفايل مثلا 8 حطيته في القناة، شفت إنه خرج لي الفايل بهذا الشكل، هنا عارف إنه معي كيرفيتشر والحالة هنا أصعب، أوكي؟ أكون حذر جدا بالتعامل مع الحالات النفس كده. فباستخدام الفايل المانوالز فايلز الأرقام الصغيرة الستينلس ستيل كي فايل بتعطي لي إمبريشن للقناة، أعرف إن الحالة سهلة ولا صعبة، فأقدر أقيم الحالة أيضا. بشرط بس بشرط دكتورة هنا في غلطة ممكن تصير من الزملاء، إنه يضغطوا على الفايل ضغطة قوية فعلا، الفايل يخطئ يعطيك امبريشن خطأ. طبعا لو تضغط على الفايل بضغطة قوية يطلع لك فيه كيرف، وهو الكنالة ربما تكون ستريت لأنها ضيقة شوية، فحاول انك انت تنزل جنتلي زي ما تكرم الدكتور وحكال. فعلا لازم الفايل يمشي سموثلي في القناة، ما يكونش في من عندي اي بريجر قوي على الفايل. طيب الامريكان اسوسيشن اوف اندودونتست عملت كريتيريا عشان اقيم الحالة، هل هي بسيطة متوسطة او صعبة. من بين التقييمات كانت على الكيرفت كانال، قيموا ان الحالات التي فيها كيرف بزاوية اكبر من 30 بتكون حالة صعبة، واللي بتكون من 10 الى 30 درجة بتكون حالات متوسطة، واقل من 10 بتكون حالات سهلة. فاذا حد مش ما بدا بحالات الكيرف، ما انصحه يبدا في الاكستريم كيرفيتشر في الحالات الزوايا اكثر من 30 الا اذا اتدرب كويس، لانه ممكن يعمل كومبليكيشنز ويتعقد من الامر اكثر. فتبدا ستيب باي ستيب باذن الله بتوصل للزوايا الكبيره جدا. طيب هذه احدى الحالات هنا بزاويه تقريبا almost 90 درجه. طبعا للمعلوميه انه الديجري اوف كيرفيتشر بتقل بعد التحضير، يعني ممكن تكون الزاويه 110 بعد التحضير وبعد الانسترومنتيشن تتغير الزاويه لاقل من 110، اوكي. طيب هذه كمان حاله ثانيه، بنقيس نحن الزوايا كيف؟ بنقيسها من الأورفيس إلى بداية الكيرف، يعني بنحط خط مستقيم من الأورفيس لعند بداية الكيرف. في هذه الحالة هنا مع تو كيرفز، يعني دبل كيرف الحالة. الخط الأول بيمشي معنا الكيرف الأول هنا، بعد الخط الثاني والخط الثالث هنا، فتكون معايا زاويتين، الزاوية الأولى قسناها طلعت 33 والزاوية الثانية طلعت فوق 60. فكذا الحالة أصبحت دبل كيرف، أصبحت معقدة أكثر، فبيكون التعامل معها مختلف، بيكون لازم لها سكيلز، لازم لها ترينينج، لازم لها أدوات حتى خاصة. طيب أنا كيف ممكن أقيس الزوايا هذه؟ شخصياً أنا أستخدم هذا البرنامج يا دكتور نبراس في عمل ميجرمنت للحالات، وبيعطيني الزوايا بإذن الله، حتى بحطه في التعليقات أسفل بيستفيدوا منه الزملاء. البرنامج اسمه إندوبريب، في كم فيتشرز فيه. احدى الفيتشرز انه بيعطي لي قراءة للزاوية، يعني الحالة اللي هنا انا حطيت اللاينز والبرنامج حط لي الزاوية تبع الكيرفيتشر، فجدا مريح البرنامج ومجاني. هذا ينزل على الكمبيوتر دكتور ولا يشتغل على السوفت وير متاع السنسور صح؟ لا في الموبايل، هذا البرنامج الموبايل، يعني تحمل الصورة في الموبايل. أي أنا أرسل صورة الأشعة على الموبايل وأشتغل عليها في البرنامج، جدا مريح ما بياخدش أي وقت، جدا جميل. حلو. تكلمنا في موضوع ديجريز وخطوط، كأن إحنا رجعنا محاضرة رياضيات بس لسان إحنا في الإندو.
طيب نفس الحكاية بنفس البرنامج، أحط اللاين الأول لعند دات الكيرف وبعدها من الأبيكس لعند الكيرف، فبتلاحظ الزاوية هنا تقريبا تطلع هذه حدود 110. نفس الحكاية في الكرونا الكيرفيتشر أو في الميدل كيرفيتشر، في الأبيكال كيرفيتشر إذا أنا ماشي غلط حاولت أمشي بستريت أو حاولت أضغط على الفال بقوة مثل ما تكلم الدكتور نبراس، أنا بعمل باث للقناة وبعمل عندي هنا ترانسبورتيشن، ما بمشيش بالمسار تبع القناة، فلازم الفال يمشي سموثلي والفال هو حيدخل في الكيرف. كمان الحالات حالات الكرونال كيرفيتشر والميدل كيرفيتشر بنستفيد منها في قياس الأنجل. هذه الحالة رغم إنها بسيطة تعتبر الكيرفيتشر مش عالي مش نفس الحالة السابقة، لكن بسبب العلاج السابق الخاطئ أصبحت الحالة هنا معقدة أكثر. الطبيب اشتغل حالة وما انتبه لأمور كثيرة، فحصل عندنا هنا بروفريشن، نفس هذه المنطقة عملنا لها CBCT حصل عندها بروفريشن، فبيكون التعامل مع الحالة أصعب. فلو أن احنا أخذنا الحيطة والحذر من البداية بيكون التعامل مع الحالة أسهل. في هذه الحالة معنا هنا تريبل كيرفيتشر حنشرح لها في السلايد الجاية. طيب نحن عرفنا الآن نحن نعمل أناليسز الحالة بشكل عام، نحن بناخذ بريوبراتيف إكس راي بشيفتنج أند وذاوت شيفتنج، إن نحن نحتاج بعض حالات السي بي سي تي راديوغراف، نحن نعمل إمبريشن للقناة، ناخذ الزاوية، حللنا الحالة بشكل عام. النقطة الثانية نحن ناخذ التولز، ناخذ اور ويبنز أسلحتنا اللي بنواجه فيه الحالة بتخلينا نشتغل حالة صح. فعليا بنشوف عند التجار او في السوشيال ميديا فايلات كثيره وفايلات منوعه واجهزه والى اخره، لدرجه ان الطبيب مش قادر يختار، بتجي له حاله مش قادر اي سيستم اختاره ما صح. عموما انا حابب اقول انه كل طبيب هو بيعمل السيستم تبعه، بيختار الفايلات المريحه بالنسبه له، بيمشي بالسيكونس المناسب لكل حالة، مش شرط يمشي في كل الحالات بنفس السيكونس. للمعلومية انه في الكيرفت كانال بيكون الموضوع عبارة عن مانوال جيم، يعني السكيلز تبعك في المانوال جيم هي الأهم، بدون سكيلز يعني معك مايكروسكوب، معك التراسونيك، معك سي بي سي تي، ما فيش معك السكيلز بالفايلات المانوال، عن كذا مش قادر مش حتقدر تعدي حالات كثيرة. وهذا الشيء مش بس فقط في حالة الكيرب، حالات الكومبليكيشنز، حالات البروكن فايل عند عمل الباي باس، حالات الليدج، حالات البلوكيج، حالات البروفليشن، لازم يكون الشخص سكيلفول وعنده القدرة انه يتعامل مع فايلات المانوال. صحيح يا دكتور نبراس؟ صحيح يا غالي، صحيح. الكومبليكيشنز عبارة عن مانوالز فايلز، يعني أي طبيب حتى ما كانش فيه عنده أي معدات أي أجهزة باهظة الثمن حيقدر يعدي الحالات بالفايلات المانوال، حيقدر يعدي الفايلات بالفايلات المانوال. هو في تريك صغير دكتور نسأل فيها في كورساتي الخاصة، نحكي لهم من هي الكنال اللي ما تقدرش تشتغلها بالروتري. ففي بعض الناس يقول الكالسيفايد كنال، في اللي يقول الكيرفت كنال، وفي اللي يحكي أن الكنال اللي فيها بروكن فايل وكنال ضيقة، إلا أن الإجابة الحقيقية أن أي كنال تقدر تشتغلها بالروتري بشرط أن تكون سلكة مانيول، بشرط تكون فعلا. أنت المانيول جيم متاعك تكون محترف فيه، فالمانيول جيم هو الأساس، هو بيز الهرم وهو القاعدة الأساسية. يعني ما تكونش من الناس اللي تسمع أن الروتري لا يغنيك على كل حاجة، لا، لأن المانيول جيم هو اللعبة، هو الكي، هو المفتاح، ومن ثم فعلا. الروتري حاجة توسع لحاجة توسع لحاجة، يعني ما فيش أي مشاكل. فعلا انا ملاحظ ايضا اطباء بيشتكوا من الوضع او عدم قدرتهم على شراء الاجهزه الباهظه الثمن ومش قادر يتعامل مع الحالات الصعبه او الكومبليكيشن، فبنحب نقول لهم انه الحالات الكومبليكيشن والحالات الصعبه المانوال جيمز هي الاساس، الاشياء الثانيه والديفايسز هي عباره عن اشياء مساعده للسكيلز تبعك، فحاول تبني السكيلز تبعك باذن الله مع الوقت حتشتري الاجهزه حتكون بس مجرد مساعده لك. طيب في مقولة دائما أنا أقولها في المحاضرات تبعي إنه فايل 10 هو عبارة عن فايل الحب، فعلا فايل 10 هو الفايل اللي بيعمل لنا جلايد باث، الفايل اللي بيسهل لنا حالات البلوكيج، حالات البروفريشن، حالات الليدج،
حالات البلوكيج، ففايل أشرة هو الأساس فعلا في العيادة، وجوده في العيادة أهم من وجود جهاز الروتري فعلا. أهم من وجودك طيب. دكتور أحمد فعلا أهم من وجودي. طيب بالنسبة للفايلات حبيبي، بالنسبة للفايلات، فايلات عشرة موجودة في ستينلس ستيل، موجود اتش فايل، نيكل، تيتانيوم. طبعا في حالة الكيرف وفي حالة الاندو احنا ما بنحتاج اتش فايل عشرة ولا نحتاج نيكل تيتانيوم عشرة، فبنتجه طوال الحالة لستينلس ستيل كي فايل. النقطة اللي بيشوفوها كثير اطباء انه بيروح يستخدم فايلات نيكل تيتانيوم هاندس فايل في حالة الكيرف، وهذا خطأ كبير جدا. بيستخدم فايلات نيكل تيتانيوم ظنا منه انه الفايل فليكسبل قادر يمشي مع الكيرف. اللي بيحصل ايش؟ انه فايلات النيكل تيتانيوم، انه فايلات النيكل تيتانيوم هاندز فايل بتكون فيها سبرينج باك افكت. في السبرينج باك افكت انه الفايل حيرجع لمكانه عند عند وجود اي فورس، عند وجود اي فورس. فلاحظوا هنا مثلا اذا انا دخلت في القناه هذه فايل 10 نيكل تيتانيوم 10 افتراضا، الفايل حيكون عنده سبرينج باك افكت، يعني الفايل حيكون حيحاول يرجع ستريت، فبيحضر للقناه من جهه واحده فقط، ومع الوقت حيحصل معايا ايش؟ ليدج. اذا استمريت حيحصل معايا برفريشن. فالنيكل تيتانيوم هاندز فايل ما نستخدمهاش في حالات الكيرف عموما، احنا بنستخدم غالبا النيكل تيتانيوم هاندز فايل في الابيكال جوجنج ربما فقط. نحن يهمنا الستينلس ستيل كي فايل عشان اكون قادر اعمل له بري بند او كمان بري كيرف، ان انا اكون قادر اعمل ثني للفايل بحيث انه يمشي معايا في الكيرفت كانال، او انه يعمل لي نيجوشيشن للكانال، او يمشي جنب فايل مكسور عند عمل البايباس. لو تلاحظوا انه فايل 10 مثل ما هو معروف بيجي عنده هنا في نوتش او خط اسود، هذا الخط بيكون مع الكيرف عشان نعرف نحن بكلي او لينجولي، واعتقد الدكتور نبراس شرحها في لايفات سابقه. كمان بنرجع نقول انه الفايل 10 اللي سميناه فايل الحب لازم يكون معانا فيه منه كثير جدا، مش ناخذ فايل واحد وخلاص نعتمد عليه، لا لازم نحن ناخذ فايلات كثيره، خصوصا في حاله الكيرف بنستهلك كثيرة، فما نكونش هنا بخلاء في هذا الشيء. في فايلات طلعت باسم سي فايلز، السي بلاس، السي بايلوت، فايلات جدا كويسة بتتميز ان بتكون مور ستيف عن الكي فايلز، ممكن حتى استعمالها. كمان الدي فايندرز، الفايل هذا جدا خرافي ممتاز جدا، بيختلف عن فايل 10 بعض الأشياء البسيطة، الكروس سكشن تبعه بيكون دي شيب وجدا ممتاز في حالات الكيرفت كانال. فعموما عرفنا ان احنا حنستعمل فايلات العشرة باستثناء الاتش فايل والنيكل تيتانيوم فايلز. طيب اذا جينا لموضوع الروتري فايلز، اذا جينا لموضوع الروتري فايلز، يعني كملنا نعمل ناخذ موضوع الفايلات، التولز اللي بنحتاجها، بنحتاج كمان روتري فايلز. الروتري فايلز كثيره جدا، ولحسن الحظ ان الشركات الصينيه بذلت مجهود بفايلات رخيصه متوفره لكل الاطباء. بدل زمان كان سعر الكت الفايل يوصل لحدود $100، حاليا الامر احسن بكثير، فايلات ممتازه، بس كنت عارف كيف تختار السيكونس والسيستم المناسب لحالتك انت. في حالة الكونفينشنال نيكل تيتانيوم فايلز، الفايلات الكونفينشنال نيكل تيتانيوم الروتري فايلز نحن ما بنستخدمهاش في حالة الكيرف خالص، يعني لما اروح انا اخذ من التاجر ما اخذش كونفينشنال نيكل تيتانيوم لحالات كيرف، نحن بناخذ هيت تريتد فايلز حنتكلم عليها. في هذه الاستدي وضحت انه التندنسي للبروكن فايل او انسترومنت سيبريشن للروتري فايلز بتكون 7 مرات عن الهاندز فايل، فننتبه نحن بنشتغل الروتري 7 مرات ايضا، بننتبه جدا نحن بنشتغل في الروتري لانه احتمال تحصل بروكن فايل بسبب السايكليك فاتيج او التورشنال ستريس بتكون عاليه جدا. طيب اتفقنا ان احنا حناخذ هيت تريتد فايلز. الهيت تريتد فايلز موجوده كثيرا، بينها ام واير والسي ام واير فايلز او ما نسميها
الكنترولد ميموري فايلز في بعض الشركات بتعطي بتعالجها بالاي دي ام اللي بنسميها الالكترو دايناميك ماشين، بعض الشركات نفس هاي فليكس او نيو نايت. عموما معانا الام واير تعتبر كويس والسي ام واير تعتبر كويس، لكن لو جينا نفعل مقارنه هنا بين هذه وهذه، في احدى الدراسات وضحت انه الفلكسيبيليتي للسي ام واير الفايلات الكنترولد ميموري فايلز بتكون اعلى من الفايلات الام وايرز. فلو معي انا حاله فيها كرديتشر بروح اخذ فايلات سي ام وايرز، الام وايرز احاول ابتعد عنها او استعملها بشكل محدود. عيب السي ام وايرز فايلز ان بتكون الكاتنج افشنسي اقل، الكاتنج افشنسي بتكون اقل من الام وايرز، لكن في الكيرفت كانال انا ما همش هذا الشيء، باخذ وقت اكثر بس بشتغل حاله بشكل اصح، فاخذ فايلات سي ام او بالاي دي ام بتكون جدا مناسبه، او ممكن استخدم حتى الام واير بحذر. هل استخدم تيبر 4 او اكثر؟ استخدم فايلات بتيبر 4 او اكثر؟ في الكيرفت كانال انا استخدم فايلات بتيبر 4 بيكون اكثر امانا. التيبر 6 تيبر 8 بتكون مزعجه، بتكون الاسترس عليها عالي، فنسبه حدوث البروكن فايل بتكون عاليه، فممكن استخدمها في الكورونال 1 3 اوكي، بس في منطقه الكيرفتشر بنكون في السيف سايد في التيبر 4. هذه التيبرينج، واعتقد الدكتور نبراس انا شفت لك فيديو يعني على موضوع التيبرينج وشرحتها بصوره ممتازه بين التيبر 2 تيبر 4 تيبر 6. تحب نشغلك الفيديو غالي؟ شغل الدكتور. نشغله نضيفه. ضيفه عشان نستفيد من الكل. دكتور هذا فيديو ثاني. خليني على السلايدات. اوكي انا ما عنديش الا هذا دكتور بسرعه. انا اتكلم على الفيديو اللي نزلته انت شرحت من قبل على التيبر 2 التيبر 4 التيبر 6. اما فيديو انت شرحت في فيديو سابق. فيديو انا شرحته. ايوه انت قد شرحت الموضوع يعني. ايوه معنا بتستعين بفيديوهاتي بشرح محاضرتك. لا دكتور احمد كل واحد ومحتوى اكيد اكيد بس الله يبارك لك يا غالي. لا الفكره انا اشبح وين ما نعرفش وين نلقاه، بس في اللابتوب ممكن يكون ضايع ولا شيء. خلاص واضحه. طبعا التيبر 4 والتيبر 6 بتكون جميعها مشتركات في التيب سايز، يعني الفايل المانوال هذا والفايل الروتري جميعها متشابهه في التيب سايز، كلها عباره عن 25. الاختلاف فقط في التيبرينج، الاختلاف في التيبرينج. التيبر 2 بين كل واحد بين كل ملي وملي بيكون بيزداد الفايل بحدود 2، تيبر 4 بيزداد بحدود 4، في التيبر 6 6. فانا لو اخذت 1 ملي من بعد الابكس في فايل 25 تيبر 6 حيتحول من 25 الى 31 اوكي، فبيكون الفايل هذا الاسترس عليه عالي. ففي حالة الكيرفت كانال أحاول أتجنب الاسترس العالي على الفايلات. طيب لو جينا نسأل أنا كيف أقلل موضوع الانسترومنت سبريشن، أنا كيف أقلل الموضوع هذا، كيف أقلل إنه ما يحصلش عندي بروكن فايل في حالة الكيرف أو حتى في الحالة الأخرى. إحدى الأشياء المهمة جدا جدا هي أن احنا نعرف الاسترس على الفايل، أين يتركز الاسترس، هل هو في الكرونال، هل هو في الميدل، هل هو في كل القناة. يهمنا ان يكون الاسترس على الفايل في اقل منطقه، يعني لو احط فايل يهمني الاسترس يلامس منطقه واحده. لو شفنا هذا السلايد، هذا الاورفيس اوبنر لو احطه داخل القناه حيلامس فقط في الكرونال 1 3 هنا. طيب انا حطيت بعدها مشيت في الجلايد باث وحطيت ال 20 تيبر 4 فايل روتري ب 20 تيبر 4 وحضرت قبلها ب 20 تيبر 2، بشوف ان الاسترس مش الفايل هذا مش حيلامس هنا ولا حيلامس في الابيكل، حيلامس فقط منطقه الميدل جزء من الابيكل. ما السبب؟ بسبب انه الاورفيس اوبنر حضر لي هنا في الكرونال وال20 تيبر 2 حضر لي في الابيكس. نفس الحكايه في ال25 تيبر 6، لاحظوا هنا انه الفايل ملامس من الميدل للابيكل
وهنا الاسترس عليه عالي. فاذا كانت القناه معي كيرف سيفير كيرفيتشر وحطيت الفايل ب 25 تيبر 6 ولامس لي الميديال والابيكال ثيرد، هنا احتماليه ان ينكسر الفايل بتكون عاليه. فعشان اقلل هذا الشيء، عشان اقلل الاسترس هنا، بحط فايل هنا، فايل ما بين ال 20 وال 25، حيكون مثلا 20 تيبر 6 صحيح، او ممكن احط 25 تيبر 4، الامر اختياري لك. يعني حالة الكيرب مش عبارة عن مسار واحد تمشي، هي نفس مسألة الرياضيات، بتحاول بأكثر من طريقة بتوصل لنتيجة واحدة. أنا بأخذ هنا السيكونس هذا، بضيف له هنا فايل ثاني، بضيف له فايل ثالث بحيث أنه يكون مناسب لي. فأنا ما أتقيدش بالسيستم اللي بتعطيها الشركة. طبعاً كل شركة بتعطي سيستم معين وتعطي فايلات مفردة، يعني بيكون جميعها 20 تيبر 4، جميعها 20 تيبر 6، فأنا ممكن أستعين بالفايلات المفردة. طيب، في مقولة بتقول Perfection is no small thing but it made up of small things، بمعنى أنه الإتقان مش شيء بسيط، بس هو فعلاً بيجي من أشياء بسيطة. فاهتمامنا بالتفاصيل، اهتمامنا بالكيرف، اهتمامنا باختيار نوعية الفايلات، اهتمامنا بالأناليسز بيعطينا نتيجة بيرفكت. فالأشياء البسيطة هذه بتجتمع بتخلي العمل جدا بيرفكت. لو جينا نشوف التكنيكس تبع التعامل مع الكيرفز كانال، بعد ما عرفنا الاناليسز، بعد ما عرفنا التولز المناسبة لي في الكيرف كانال، أنا لازم أعرف الطريقة، أنا لازم أعرف الطريقة أتعامل معها، مش يكون معايا بس أدوات، لا، أنا لازم كمان يكون معايا الطرق عشان أتعامل مع الكيرف كانال. بالنسبة للمانوالز فايل بالتعامل معها، مثل أي حالة نحن بنشتغل بالووتش وايندينج تكنيك والبالانس فورس تكنيك. وأعتقد يا دكتور نبراس الووتش وايندينج تكنيك حتى الأطفال قدهم عارفين لها، صح؟ حتى الأطفال قدهم عارفين لها. باسم الدكتور نبراس بذل في هذا الشيء مجهود وما شاء الله. طبعا التكنيك تبع الهاندز فايلز جدا مهمة، الووتش وايندينج تكنيك مهمة جدا مع البالانس فورس تكنيك. طبعا موضوع الريمينج نحن انتهى زمان زمان، انتهى خلاص. ففي حالة الكيرف حندخل بواتش ويندينج ولا بالانس فورس تكنيك. الدكتور بعد إذنك لو توضح لهم الحركات في عجالة، بس لأن في بعض الزملاء ما عندهمش فكرة عليهم. طيب، في عجالة باللغة العربية في عجالة. طيب بالنسبة للووتش وايندينج تكنيك، نحن بنحط الفايل بيكون السينلس سلكي فايل، غالبا فايلة 10 اللي بنسويها جلايد باث، بنعمل دورة مع عقارب الساعة، ربع دورة مع عقارب الساعة وربع دورة مع عكس عقارب الساعة، يعني بيتحرك الفايل كذا، نفس موضوع الريسبريكيشن تبع الروتري. فهذه الحركة بنستعملها في جلايد باث، بنستعملها في حالة الباي باس، في حالة النارو كانالز إلى آخره. البالانس فورس تكنيك هي أأمن حركة موجودة معنا، فعلا أأمن حركة. البالانس فورس تكنيك بنستخدمها كثير في حالة الكيرف، إن إحنا بنعمل دورة بزاوية 60 وعكسها كونتر كلوك وايز بزاوية 120 مع إبيكال بريجر، يعني بتشبه حركة الووتش وايندينج تكنيك بس مع إبيكال بريجر بزاوية مختلفة. وضحت إن شاء الله؟ إن شاء الله حتى بحط فيديو عشان توضح أكثر. طيب طبعاً الريمينج هي الروتيشن دكاترة، الريمينج إنك تاخذ الفايل وتلف فيه بدوران، وهذا ممنوع ومحظور كلياً. فعلاً الفايل بيجلس يدور يدور لما ينكسر. في موضوع الريمينج. Yes. طيب، موضوع الجلايد باث هو أهم نقطة في موضوع الروت كانال تريتمنت، مش بس في حالة الكيرف، لا، في كل الحالة. الجلايد باث كتعريف بسيط له عبارة عن خط أو طريق من الأورفيس للأبكس. الطريق هذا ممكن يكون سهل، نفس الطريقة اللي بنشوفها هنا، طريق سهل نفس حالات السنجل سنترال انسايسرز مثلا، بيكون طريق سهل بنمشي فيه بدون أي معوقات. ممكن لا، نحن بنمشي فيه طريق في غابة ومش عارفين ونحن وين رايحين، يمين يسار، فبنلاقي بعض أحيان جوست أو شبح في الطريق هذا، فممكن يكون سهل ممكن يكون صعب فعلا. فإنك تتعامل مع الجلايد باث في الحالات الديفيكولت، أنت بتكون كذا أكملت حوالي 50% من الحالة. يعني أنا إذا قدرت أنا أوصل للأبكس بفايل 10-15، الحالة أصبحت very easy، الحالة أصبحت very easy. إذا تعاملت مع الحالة غلط،
اذا تعاملت مع الحاله غلط في الجلايد باث حيحصل عندي مشاكل، حيحصل عندي مثلا بروكن فايل، حتحول القناه من بوتنت كانال ل نون بوتنت كانال، يعني القناه ما تكونش قادر ندخل فيها لعمل بيك الباتنسي. فنمشي من البدايه صح عشان نكمل الطريق صح. طيب الجلايد باث لو جينا نقسمه، احنا معانا مايكرو جلايد باث اند ماكرو جلايد باث. المايكرو جلايد باث مثل ما احنا عارفين بنستخدم المانوالز فايلز 10 15 في بعض حالات 8 و10 بحيث نصل الى الابكس، وهذا الشيء جدا مهم في في المانوالز فايلز في كل حالات. طبعا في حاله الكيرف اذا وصلت الابكس الحاله اعتبرت بتعتبر ايزي، خلاص انتهى موضوع الديفيكولتي. بنعمل حاجه بنسميها الابيكال باتنسي، ان احنا بنخرج من الابيكال فورامن بمقدار 1 ملي. نحن ما نعمل هذا الشيء الا بفايلات صغيره 10 او 8 عشان نضمن ان القناه بوتنت. طيب المشكله اللي بيحصل واللي بيقع فيها كثير من الاطباء بيكون في شعور داخلي اسرع اوصل للابكس، يعني بيسمع بيحاول يشوف انه لازم يوصل من الابكس باقصى سرعه، وهذا الشيء خطا. احنا مش ضروري ان احنا نوصل للابكس من اول جلسه، ولا ضروري ان انا اوصل للابكس بسرعه، لا انا لازم اوصل للابكس فعلا صح، ولكن بطريقه صحيحه بهدوء. يعني ممكن انا اشتغل ثلثين القناه فقط في الجلسه الاولى، ثلثين فقط الميدل والكورونال بارت والابيكال بارت في الجلسه الثانيه، هذا الشيء مفيد جدا وبنتكلم فيه ليش مفيد. فالشعور الداخلي اللي بيقول لك وصل للابكس بسرعه حاول تمنعه. دكتور احمد مصداقا لكلامك، نحكي لبعض الزملاء، انا في some cases بعض الحالات كانال واحده تاخذ البيتنسي فقط في 30 الى 40 دقيقه. يس يعني تصور ان الجلسه هذيك باتنسي لقناه واحده، ويس الكلام هذا موجود. فانت فالفكره مش انك انت توصل في اسرع وقت، لا الفكره انك كيف توصل بامان، وما تقارنش سواء كنت في كورس او في عياده او كذا، ما تقارنش الباتنسي متاعك انت بالباتنسي متاع زميلك كالوقت، ما تقارناش، لان وما تقارنش الحاله بالحاله، لان القنوات تفرق على بعضها في الاناتوميكال فاريشن، تفرق الكنال مرة تكون سالكة معاك مرة الكنال، فما عمرك تحط معيار الوقت والزمن ليك جايدنس أو حاجة اعتبارية تقيم بها نفسك. وللعلم إضافة صغيرة، هذه أنا أبطأ من يشتغل في علاج العصب. يلا كمل دكتور يكون المساء. ما دام يا دكتور بتقول إنك أبطأ، بالتالي أنت أكثر إتقاناً. لا والله طبعا لا والله حاولت نسرع بس للاسف والله اظل ابطا من يشتغل في علاج العصب. طبعا السرعه مش هي معيار في علاج العصب بالذات، الاناتوميكال فاريشن بتكون يعني جدا كبيره مختلفه. اعطيك مثال دكتور احمد، الحالات اللي عرضتها في بدايه المحاضره، حالاتك حالات جدا رائعه بصراحه، انا ابهرتني وشدتني. سؤالي لك، هل يعني لي أنا مثلاً نبي نقيم الحالة، هل يعني لي في كم اشتغلها الدكتور أحمد الحالة هذه في كم من الوقت؟ لا يعني، أنا يعني لي الفاينل ريزولت، يعني لي النهاية. فما فيش حد ينزل في حالة ويكتب عليها 10 minutes أو 20 minutes، يعني الموضوع لا يعني، ولكن الفكرة في الفاينل يعني فعلاً. yes. للمعلومية أن في بعض حالات أخذت لهم تقريباً 3 أو 4 جلسات، كل جلسة 45 دقيقة يعني في حالة الكيو. فعلا في نقطة لازم أنوه لها، إنه فايلات 10 المتوفرة في السوق الأسنان إني بتكون مختلفة من ناحية السايز، يعني بنلاحظ كل شركة وشركة في اختلاف كبير جدا. ففي كثير أطباء يا دكتور أنا باخذ فايلات 10 بس أشوفها مش كويسة، ففي اختلاف كبير جدا من ناحية الشركات في فايلات 10 ومن ناحية السايز. يعني ممكن تلاقي شركة مش كويسة بتنزل فايلات 10 بتجي تشوف انه حجمه كبير كأنه فايل 20، فتنتبه لهذه النقطة وبتشوف تقارن ما بين الشركات بفايلات 10، مش تعتمد على نوع معين فقط. لازم نحن بنسوي الجلايد باث يكون ريبروديوسبل، يعني انه الجلايد باث قادر ادخله مره ثانيه، مش ان انا خلاص دخلته مره بعدها مش قادر اوضع علي المسار.
بيدخل الفايل 10 with light finger pressure أو بنسميها one finger technique. نحنا بندخل فايل 10 بيصل للأبكس بلايت فورس. أوكي؟ مثل ما اتفقنا نحنا نسوي بري بند للكي فايلز مثل ما هو واضح بزاوية 45 أو أقل أو أكثر. واضح هنا فايل 10 كيف يقدر يدخل المناطق اللي فيها كيرفيتشر. إذا تعاملنا معه صح حاولنا نمشي سموثلي بدون أي فورس عليه بدون أي شيء حيمشي الفايل كويس جدا. هذا الأول كان عبارة عن مايكرو جلايد باث. الماكرو جلايد باث إن إحنا بنستعين بالروتري جلايد باث فايل. في بعض سيستمز بيكون فيه جلايد باث فايلز. في بعض الشركات بتعطينا فايلات جلايد باث اسمها. يعني بنشوف هنا احدى الشركات فاعل لي فايل 13 تيبر 2 و16 تيبر 2. فهذا الشيء بيساعدني في عمليه الجلايد باث سواء كانت الحاله نارو كانال حاله كيرف بتكون سهل جدا. فانا ممكن ما اكتفيش بسيستم واحد باخذ جنبي سيستم ثاني. في بعض حالات بتكون فيها فاريبل تيبرز فايلات نفس البرو تيبر سيستم هذا. طيب النقطة الثانية عبارة عن الكرونال موديفيكيشن. بعد ما سوي بعد موضوع الجلايد باث في حاجة بنسميها الكرونال موديفيكيشن. هذا جدا مهم جدا مهم مش فقط في حالة الكيرف. حالات الكيرف هذا الشيء ضروري جدا نحن نسوي كرونال موديفيكيشن. طبعا الامريكان اسوسيشن اوف اندو نزلت ابديت وارتكل بخصوص هذا الموضوع. لاحظوا هنا انه كتبوا الكرونال موديفيكيشن قبل عمليه تحديد الطول. قبل ما احدد طول القناه انا اعمل كرونال موديفيكيشن اغير الكرونال بار تبع الكنال. فقبل ما اسوي اي شيء قبل ما احدد اي طول. لو نشوف هنا شايفين الحاله هذه انا لو دخلت الفايل بدون اي كرونال موديفيكيشن الفايل حيضرب هنا. ممكن يحصل معايا ليدج ممكن يكون في ستريس كبير على الفايل ويحصل معايا انسترومنت سيبريشن. بس انا اول ما اعمل كرونال موديفيكيشن ان اشيل المنطقه هذه باستخدام الجيتس جليدن باستخدام الروتري فايلز او بعض حالات الالتراسونيك هذا بيسهل لي جدا هذا الشيء نحن بنسميها السكندري اكسس. نحن كلنا احنا عارفين الاكسس كافيتي اللي كنا بنسويه من ايام الجامعه ونحن في العيادات الى اليوم بنسميه اكسس. هذا نحن بنسميه برايمري اكسس. هنا نحن بنسميه سكندري اكسس. السكندري اكسس نحن بنسوي كرونال موديفيكيشن الكرونال 1 بار. هذا الشيء له فوائد جدا كبيره وبيساعدنا في كثير حالات. الإريجيشن بعد ما أسوي كرونال موديفيكيشن حيدخل أعمق للقناة. الستريس على الفايل بيكون أقل بعد ما أسوي كرونال موديفيكيشن. يعني بعد ما أوسع الكرونال 1 بارت حيكون الستريس على الفايل أقل. إذا في معايا كيرفيتشر حيقل الكيرفيتشر بعد الكرونال موديفيكيشن. الدبرس المتواجدة داخل بعد التحضير المتواجدة داخل القناة حتخرج حيكون المكان اوسع حتخرج من الاورفيس وبالتالي بيقلل البوست اوبريتيف بين. كمان بيقلل لي موضوع البروسيجر ايرورز البروكن فايل البروفريشن الليدج. اذا عملت كرونال موديفيكيشن فتحط هذا الشيء في بالك ان نعمل كرونال موديفيكيشن في حالات الاندو عشان يسهل لي العمل اكثر. شايفين الحاله هذه هنا قبل ما اوصل الفايل لهنا قبل ما اوصل الفايل للابكس انا عامل هنا كرونال موديفيكيشن. انا موسع هنا بالاورفيس اوبنر ممكن حتى بوسع الفايل 30 فايل 25 قبل ما اوصل للابكس. فمش مهم ان انا اوصل للابكس من المره الاولى لا انا اوسع هنا بعدها احاول ابحث على الابيكال فورامين. في معانا كمان تكنيك اللي نسميها الهايبريد تكنيك وتكلمنا عليها في احد السلايدات السابقه. الهايبريد تكنيك فكرتها ان احنا بنقلل الاسترس على الفايل مثل ما نحن عارفين. فلو معايا حاله كيرف انا ممكن استعين بستة فايلات مش ضروري ان انا التزم بالشركه بتقول لي اثنين فايلات ولا ثلاثه ولا اربعه لا انا ممكن استعين بستة فايلات حتى. يعني
شايفين هنا هذا الأورفيس أوبنر حيوسع لي الكورونال وان بارد. 17 تيبر 2 هذا الجلايد باث 5 حيوسع لي منطقة الأبكس فقط، مش حيلامس منطقة الكورونال ولا الميدل، بسبب إيش؟ إنه تم توسيع الكورونال مسبقا بهذا الفايل. 15 تيبر 6 15 تيبر 6 هنا الفايل إذا حطيته داخل القناة مش حيوسع لي الأبكس. ليش؟ أو ما السبب؟ بسبب إنه الأبكس تم توسيعها بفايل 17 من قبل، فالفايل 15 تيبر 6 حيلامس منطقة الميدل فقط. بكذا أنا قللت الاسترس وإنه الفايل يلامس القناة. وبنفس الحكاية بالنسبة لبقية الفايلات. وضحت النقطة هذه يا دكتور نبراس؟ واضحة؟ كيف دكتور؟ النقطة واضحة هذه؟ لا لا واضح تمام. حلو. بيكون مهمتي في الكيرفت كانال إن أنا أقلل الاسترس على الفايل، وممكن أستعمل عدة فايلات عشان أقلل الاسترس على الفايل. أخلي الفايل يلامس فقط منطقة معينة، الكرونال أو الميدل أو الأبيكال. كل ما زاد إن الفايل يلامس جزء كبير من القناة ازدادت احتمالية إنه يحصل بروكن فايل. وما ننساش كمان بنرجع بنقول إنه فايل 10 هو الأهم، وإنه بنعمل فيه إبيكال باتنسي حتى خلال مراحل الروتري إنسترومنتيشن. إحدى الطرق أيضا بنسميها TCA أو بنسميها تكتايل كنترولد أكتيفيشن. في هذه الطريقة نحن بنقلل الاسترس على الفايل عن طريقة تايم، إنه الفايل ما بيدورش داخل القناة لوقت طويل. أوكي؟ فبنعمل سنجل أو ثري ستروكس داخل القناة ونسحب الفايل. أنا بوضحها بفيديو إن شاء الله عشان حتكون أوضح. فبنسميها TCA، بنستخدمها في حالة المودريت والسيفير كيرفيتشرز. هذه أحد الفيديو. دكتور نبراس ممكن تفتح الفيديو؟ حاضر. يلا يا غالي. هذا الفيديو. ايوه. هذه تكتال كنترولد اكتيفيشن، نحن بنحط الفايل بسنجل ستروك او ثري ستروكس. بنحط الفايل، لاحظوا الفايل بيدخل، لاحظوا الفايل بيدخل بسنجل ستروك بيخرج، الدكتور بيخرجه بيعمل اريجيشن، يعني الفايل يجلس يدور داخل القناة بشكل كبير. التي سي اي او التكتايل كنترولد اكتيفيشن مهمه جدا في حاله الكيرف. صحيح ان بتاخذ وقت فعلا، لكن اكثر امان. ممكن نسويها بالفايلات الاي دي ام والهاي فليكس او السي ام وايرز. حتى بيدخل الفايل بتوصل للابكس، كل حركه بتوصلك 1-2 ملي. الفايل اصبح اوسع اكثر، بيدخل بس مجرد ثواني معدودة فقط استخدام الروتري. هذا بعد التحويل وصل الفايل إلى النهاية إلى الأبكس بدون أي استرس كبير على الفايل، بدون ما يكون الفايل بيجلس داخل القناة لفترة طويلة. فبتكون ليميتد تايم، مجرد ثواني فقط. دكتور ممكن تفتح بس الباوربوينت. يلا يا غالي. احدى الدراسات كانت بس عباره عن كيس ريبورت، تكلمت على التكتايل كنترول اكتيفيشن وعلاقتها بالكيرفت كانال. هذا السلايد بيوضح التكتايل كنترول اكتيفيشن، الفايل بيدخل على ملي ملي، ما بنخليش يدور داخل القناه لفتره طويله. دكتور هل في كل مره يخرج الفايل تستعين بالاريجيشن ولا ما فيش داعي؟ لا ضروري الاريجيشن. الاريجيشن بيقلل لي كمان الاسترس على الفايل. الاريجيشن بيقلل الاسترس على الفايل. في كمان اعدادات جهاز الروتري. كلنا معنا اجهزه روتري، بس تقريبا مش الكل قادر يتعامل مع حاله الكيرف بالروتري. الروتري ديفايس بيساعدنا جدا في حاله الكيرف فعلا، بس نضبطه صح نمشي معاه صح.
نحن مثل ما نحن عارفين تقريبا في دكاتره شرحوا بموضوع الروتري من قبل، في معانا الريسبريكيشن روتيشن، وكمان في خاصيه الاو تي ار. باختصار الريسبريكيشن بتكون اكثر امانا للطبيب، يعني بيكون نسبه حدوث الانسترومنت سيبريشن قليله، بس لها عيوب انه بتاخذ وقت وبيحصل اندفاع للدبرس خارج القناه. بعكس الروتيشن انه بتكون سريعه والدبرس بيخرج خارج القناة للأورفيس، لكن مشكلتها إنه ممكن يحدث سبريتد للإنسترومنت بشكل أعلى. طبعاً الـ OTR أو الـ Optimum Torque Reverse هي مجموج الخاصيتين، عبارة عن روتيشن وريسبريكيشن. طبعاً مش متوفرة في كل الأجهزة، في بعض الأجهزة، فلما تحب تشتري جهاز ابحث عن الخواص الجيدة. يعني OTR في بعض الشركات تسميها ETC، في بعض الشركات تسميها OEC نفس دينجوي، فبتكون مختلفة من شركة الشركات الأخرى. ATR حتى هو هي عدة مسميات. فعلا في بعض الشركات ATR فعلا. طبعا Optimum Torque Reduction بتساعدنا جدا في حالة الكيرب، فأول ما الفار يلاقي إعاقة أزيد من التورك بيرجع بريسبروكيشن، فبتكون أكثر أمانا. طيب هذه احدى الدراسات تكلمت على موضوع الاوبتيمم تورك ريداكشن او ريفرس، وضحت انها بيكون لها ادفانتج في الريديوس للتورك والسكرو فورس. فلما اشغل الروتري انا في حالات الصعبه اشغلها بالاو تي ار او الاي تي سي بتكون جدا مريحه لي، فبيقلل السكرو افكت. بالله هذه اضافه موضوع ثاني حابب اني ننبه عليها كما تكرمت دكتوري العزيز. دائما لو كان عندك جهاز روتري حاول تشوف الخواص اللي فيه، لان دكتور احمد زي ما تعرف في بعض الزملاء معانا يملك الصفات القويه في الجهاز والحركات القويه هذه، ويجي في قناه صعبه، قناه كيرفد او قناه في بروكن فايل او كذا، ويشتغل بحركه الريمينج العاديه. فانت لو كانت عندك الحركات الجميله هذه انت على طول تستبدل الحركه البسيطه بالحركات هذه، حركات اكثر امان، فهي حركات تساعدك اكثر، حركات ينبغي تكون موجودة في الحالات الصعبة. حاول انك تبحث عليها الريسبروكيشن، الOTR، الATR، الATC، فهي عدة مسميات حتساعدك جدا وحتفرق معك. ما تحاولش تدخل في حالات معقدة بحالات بشغل ريمينج عادي، ان الفايل يلف بشكل دوران متتالي، لان الموضوع شوية مرهق، حيصل الفايل لنقطة معينة ستريسفول ومن ثم ينفصل منك بكل بساطة. فعلا لذلك نحن بنقول نحن نعمل اناليسز الحاله وبنجهز التولز والتكنيكس قبل اي شغل، مش نشتغل كل الحالات بنفس التكنيك. اوكي الشيء الثاني الريسبروكيشن، وجدوا ان كمان الريسبروكيشن بيقلل السايكليك فاتيج ريزيستنس. ففي حاله الكيرف انا ممكن اشتغل ريسبروكيشن في عمل الجلايد باث او بالاو تي ار بعد ان انتقل للروتيشن، ما فيش اشكال. طيب اخر تكنيك اللي بنسميها الزوم تكنيك. الزوم تكنيك ان احنا بنقسم الروت كانال الى سيجمنتس، منطقه فوق الكيرف، منطقه تحت الكيرف. اذا في معانا دبل كيرفيتشر ممكن نقسمها الى اكثر من سيجمنتس. فالمنطقه فوق الكيرف بنسميها الكرونال زون، منطقه فوق الكيرف. بدايه احنا بنقيس حبها زردلي، يعني عشوائيا بنقيس المنطقة ما فوق الكير، مثلا طلعت قياسها 18 ملي، بحاول أحضر المنطقة هذه فقط، بعمل بستخدم الأورفيس أوبينار، بستخدم الفايلات الروتري فقط منطقة ما فوق الكير، يعني لسه ما مسكتش منطقة الإبيكال أو ما بعد منطقة الكير. لا، أقسم الروت إلى قسمين، قسم فوق الكيرف ابدا احضره طبيعي باستخدام الفايلات المانوال والروتري، قسم تحت الكيرف. بدايه بنحضر المنطقه الكرونال، اول ما نكمل نحضر منطقه الكرونال نبدا في منطقه الابيكال، الابيكال او ما بعد الكيرف، نستخدم الاورفيس اوبنر، الفايلات المانوال كمان، ممكن نوصل حتى الفايل 35 ما فوق الكيرف. اوكي، يعني استخدم ما فوق الكيرف فايل 35، بعدها ابدا ابحث على منطقه الابيكال ثيرد. مثل ما تكلمنا على فكرة تفرق معك جدا دكتور احمد، تفرق معك بشكل كبير. يعني احيانا لو تدخل في بماني والفايل في القنوات اللي حكيت عليها زي وريتها زي تو من البدايه ما يوصلش معك للنهايه، لكن لو حضرت القناه علويا زي ما تكرمت وحكيت
وهيأتها علويا أصبحت مريحة أول ما تدخل بفايلات الماني والتصل معك إلى النهاية بكل سهولة. فيفرق جدا فعلا. التكنيك اللي حكى لي دكتور جدا جدا بفرق. فإذا أخذت أنت جلسة واحدة حتى في التحضير الكورونا بارت اللي فوق الكيرب أنت كذا سهلت العمل لك، بيدخل الريجيشن أسهل، بيكون النيجوشيشن بقية القناة بتكون أسهل. كمان الاسترس على الفايل حيكون يلامس منطقة الأبيكال ثيرد بس، حيكون طالع كامل محضر مسبقا. فالزوم تكنيك فكرتها انه بيقلل الاسترس على الفايل عشان يسهل لي اوصل لمنطقة الأبيكال ثيرد. لاحظوا هذه الحالة اللي قمنا عن نتكلم عليها، هنا في كيرف، هنا كيرف، هنا كيرف، تقريبا هنا تريبل كيرفز. في هذه الحالة انا بقسم 3 سيجمنتس، يعني بقسم الروت كانال الى 3 اقسام، مش حدخل بالفايل من البداية من الأورفيس للأبيكس، لا، انا حقسم الروت كانال الى 3 سيجمنتس، الخط الاحمر واحد، الخط الاصفر هنا، والخط الازرق، انا كذا قسمتها 3 سيجمنتس. ببدا احضر المنطقة هذه بالفايلات 10 15 او حتى الروتري الى 20 او 25 تيبر 4. بعدها احضر المنطقة هذه، بعدها احضر المنطقة هذه. طبعا لما توصل لهنا حتلاحظ الامر انه جدا سهل، جدا سهل. فتقسيم السيجمنتس بتكون سهلة، بتساعدك جدا في الحالات. طيب قبل الاخير بنسأل سؤال، هل الوركينج لينث بتغير بعد التحضير للكيرفت كانال؟ الاجابة فعلا بتغير، ممكن تكون القناة طولها 22 بعد التحضير بيرجع 21، فننتبه لهذا في موضوع الأوبتريشن. آخر نقطة حبيت أنوه فيها اللي هي موضوع الإريجيشن. طبعاً إذا النيدل تبع الإريجيشن مش حتدخل لبقية القناة بسبب أنه في سيفير كيرفيتشر، أنا بستعين في بلاستيك إريجيشن اللي هي الريفلكس. الريفلكس عبارة عن سايد فينتد نيدلز قادرة تمشي معايا في الكيرف، فبتكون جداً ممتازة في حالة الكيرفيتشر وقادرة توصل إلى أعمق المناطق. الميتال ألتراسونيك أكتيفيشن ما يفضلش استخدامه في حالة الكيرف لأنه حيسوي معانا ليدج، خصوصا لو استعملته لفترة طويلة. فممكن تستخدم فليكسيبل أكتيفيشن أو بالمانوال دايناميك إجيتيشن، فبتكون الطريقة متوفرة وسهلة. وأخيرا بنقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فكلنا بنهتم بالتفاصيل الصغيرة وربما بتاخذ مننا جهد وتعب وإرهاق وتفكير كثير في الحالات، بس بنسأل أجر من الله وبنحاول نقدم خدمة ممتازة للمريض. بإذن الله نكون بعد توكل من الله نوصل إلى حالات جدا ممتازة والله راضي عنا. فشكرا على الفرصة السعيدة هذه. شكرا صديقي إن شاء الله المحاضرة الأكثر من رائعة، وتحية ليك ولكل زملائنا في اليمن، وتحية لكل زملائنا المتابعين. محاضرة جميلة وتركات حلوة، بارك الله فيك على هذا العمل الجميل وجزاك الله وكل الخير. طبعا حاب نضيف نقطة صغيرة مصداقة لكلامك دكتور أحمد، وهي أنا اقتنعت في علاج العصب بحاجة مهمة جدا. لو عودت عينك من البداية على الشغل الجميل حتتعود إنك تشتغل في شغل مثالي. لو عودت عينك انك انت تتقبل في الشغل البسيط او تتقبل في اي شغل، انت مدى الحياة حتقعد عينك متقبلة هذا الشغل. فحاول قدر الامكان انك تروح كل يوم من العيادة ترجع للبيت تحاسب نفسك على الحالات، يعني لو عندك اي اخطاء مسهابس مستيك صارت حاول انك تبحث عليها، بحيث ان لو ترجع الحالة مرة ثانية او جي حالة مشابهة تلقى نفسك كان دوت تقدر تديرها بالطريقة السليمة. فحاول تحاسب نفسك، حاول انك تعود نفسك على الشغل الجميل. وبالإضافة نرفقها هذه ونعاود نكرر فيها في كل مرة، تقدر تدير تيبل صغير عندك في الحوش تمنج فيه أسنان مخلوعة complicated، زي ما الأسنان اللي يحكي لك عليها الدكتور. هذه نقطة جدا فارقة، أنا علي نفسي فرقت معي فرق السمع على الأرض. يعني لما تدخل لعيادة في كانال كيرفد وانت داخل واثق انك انت تقدر تمنج الموضوع، الثقة هذه دكتور احمد مثلا لو نسأل الدكتور كم ليك سنة متخرج دكتور حيقول لي سنوات معدودة، بيا ترى الاكسبيرينس الكبير من وين جيبه انك انت تحاول الثابر وتحاول تجتهد وتحاول تشتغل اكبر عدد من الاسنان واكبر عدد من القنوات. لو انك انت بتخلي الموضوع راندوملي وعشوائي، انت ممكن في العيادة بتصادفك في السنة ممكن
5 أو 10 فايلات مكسورة، يعني أقصاك مثلا، تمام؟ لو كنت طبيب كيف بادي، بينما لو إنك في البيت تقدر تدير طاولة وعليها أسنان مخلوعة وكل يوم تقدر تمنش فايل مكسور، تخيل يعني تطلع بحصيلة آخر السنة 300 فايل مكسور، درت لها مانجمنت، درت لها شغل، فتلقى نفسك عندك كلينيكال إكسبيرينس عالي في زمن جدا بسيط. فأغلب الزملاء يسأل دكتور أنت كم لك سنة متخرج، دكتور أنت كيف تقدر تمنش في الحالات هذه؟ أنا أعلي نفسي شخصيا والله مدائر طاولة صغيرة، ونحاول إني نرتكب في الأخطاء ونحاول إني نمنج الأخطاء هذه، بحيث إن لما تجي على فم المريض تلقى نفسك عندك efficiency في يدك، عندك skills في يدك، skills هذه صعب إنك تتحصل عليها في الوقت العادي في العيادة. فأنت بش تلقى الحالات الكومبليكيتد هذه، ممكن دكتور أحمد ممكن تدور ليك سنة دكتور بجاتك حالة S-curve، ممكن ليك سنة تدور بجاتك حالة right angle 90 درجة. فالموضوع مش متكرر، عكس لما تكون عندك أسنان مخلوعة كل يوم تشتغل، كل يوم تطور من نفسك كل يوم، والأخطاء مسموحة ريبارابل، ممكن أنك تعدلها on extracted teeth. فحاول كل زميل أنه يرفق هالموضوع لي، حيلقى أن الموضوع فارق معاه جدا. الحالات الصعبة للمرة الأولى تقدر تتهرب منها وتدير لها ريفير، ولكن للمرة الثانية والثالثة والرابعة دكتوري مش مسموح، لأن بكل بساطة أنت ما حاولتش أنك تضيف لمسة. فحاول في كل مرة أنك تضيف، المرة الأولى it's okay درت ريفير وحولت الحالة، أروح أبحث في المنزل how to do، كيف تقدر تتصرف مع الحالة هذه، شن أهم نقاط مفروض أني أركز عليها، أنا علاش ما اشتغلتهاش، علاش حولتها لزميل آخر، والزميل الآخر هذا نتصل به نقول له زعمة أنت شن درت أكثر من اللي أنا كنت نقدر نديره. فهي أمانة حاجات جدا بسيطة لكن فارقة، تحتاج إن إنسان يكون مركز وإنسان عنده التندنس عالي واهتمام عالي إنه هو ناوي إنه يشتغل الحالات هي. فشكرا لك صديق على دكتور نبراس. دكتور نبراس أحب أقول إن أنا أول سنة من التخرج في سنة الامتياز أنا أخذت سن فعلا كان فيه كيرفيتشر، سبحان الله في هذاك السن كان فيه سيفير كيرفيتشر، وأخذت تقريبا أسبوع أشتغل فيه، أعمل أشعة في الجامعة وأرجع، وفعلا لو الآن أقول إنه هذاك السن استفدت منه بشكل كبير جدا، مجرد سن واحد فعليا فعليا فعليا. أنا صار لي نفس الموقف متاعك دكتور، كنت ناخذ في امتياز في جامعة عين شمس في القاهرة، فصار معي لج ماشي في سنة سيفير كيرفت، وكانت حالاتي الأولى، تصور رجعت للبيت يعني محطم نفسيا، وليش صار لج وليش أخطأت وليش كذا. فهي فعليا الأخطاء هذه لو ما صارتش إنك مش أنت أصلا مش حتضيف لنفسك شيء. فأنا نحكي فيها هذه حتى في الكورسات الخاصة، لو أن الزميل جي اشتغل ورجع للبيت من غير أي خطأ، إذن معناه الكورس هذا زائد ما ضاف لك شيء فعليا، ما فيش أي حاجة أضيفت لك جديدة. فلو ما صارتش الأخطاء وعدلتها، إذن أنت ما فيش ولا شيء ينضاف لك. إذا كان شغلك conventional في العيادة لمدة شهر، أنت تشتغل في حالات تحس في أن الحالات عليك عادية، أنت في الcomfortable zone، إذن بكل بساطة يا صديقي أنت من هذا الشهر ما استفدتش ولا أي حاجة. فgo ahead، وكل زميل يحاول أنه هو يرفق شوية جهد إضافي، الموضوع ما ليش علاقة بالعمر. الدكتور أحمد خير مثال على الكلام، وأنا فخور جدا بوجودك معي لهذا اليوم. الموضوع ما ليش علاقة بالعمر، الموضوع هو اجتهاد شخصي لا غير، ما يحطمكش أي شخص كبير في العمر، ما يحطمكش أي شخص سافر، ما يحطمكش أي شخص حظى بفرصة، بالعكس الفرص موجودة على الأونلاين متاحة، تركات بسيطة، اهتمام شخصي، فالموضوع راهو جدا بسيط، مش محتاج والله العظيم. الحالات اللي تشبح فيها الآن اللي تشوفها اشتغلها الدكتور، وحالات فايلات مكسوره، وحالات اوبن ايبكس، وحالات والله لا تحتاج اخصائي، تحتاج انسان مجتهد وانسان يحاول انه هو يبدع فقط لا غير. يعني الكلام هذا ما فيش كذب، لا تحتاج حالات جدا بسيطه، لكن تحتاج بس انسان يقيم صح، يدير اناليسيس صحيح، يحاول انه هو يضيف السي تي لشغله، السي بي سي تي، يحاول انه يضيف تولز بسيطة، يضيف ماجنيفيكيشن، يضيف التراسونيك، يضيف 3D اوبتوريشن، حتلقى نفسك كل يوم على يوم يفرق معك الشغل وحتتطور بشكل سريع. شكرا صديقي لوجودك معي، شكرا جزيلا، وللأمانة شخصيا عجبتني المحاضرة والله، فبارك الله فيك. نحب ناخذ بس بعض الأسئلة البسيطة من الزملاء،
لو في اي سؤال معانا يخص المحاضره حنوجهه للضيف الكريم. فلو في اي سؤال دكاترتنا خلوه لنا في التعليقات، وطلبا وليس امرا لنتشارك في الاجر جميعا. طبعا الاجر كله حياخذ اليوم الدكتور احمد، لكن حتى نحن نقسم معاه شوي الاجر بحكم اني اللي استضفته. فطلبا وليس امرا في ظهر الغيب في هالايام الطيبه للضيف الكريم، وعادي نص دعوه لي انا، مش دعوه كامله، نص دعوه لي انا، كل الدعوات اللايف بيصل لاكبر عدد من الزملاء. لا والله انت كسبت الاجر كله يا صديقي للامانه، خلينا نكون واضحين. لولاك يا دكتور ما كناش عملنا اللايف هذا. بالعكس يا غالي، بالعكس، انت في مقدمة الصف. تمام. الأسئلة حبذا ان تكون في لب المحاضرة، ما تكونش في حاجة تانية بش ما نطلعوش. هذا سؤال حنجاوبه للدكتور سريعا. هو قال الدكتور أحمد الفرق بين الريسبروكيشن والأوتيار. الريسبروكيشن أي فايل روتري يلف بزوايا معينة، مثلا ربع لفة يمينا ربع لفة شمالا من البداية وتنزل به، حركة جدا آمنة، حركة جدا جميلة، ولكن حركة شوية تأخذ وقت. الOTR أو الATR أو الATC هي حركة ينزل بها الروتري بشكل عادي، ينزل بشكل دوران عادي، أول ما يوصل لتورك معين أو لمقاومة داخل الكنال أو يحس نفسه في خطر يدخل من البداية بشكل التفافات إلى اليمين وإلى الشمال، والOTR العكس يدخل بشكل دوران، ولكن لما يحس في نفسه في خطر يحاول إن هو يقلب الحركة إلى ريسبروكيشن أو ما شابه. لو عندك أي إضافة تضيفها دكتور أحمد. هلا، جدا ممتاز. يعني الOTR هي مدموجة الروتيشن والريسبروكيشن في نفس الخاصية. يس، مع بعض. في بداية النزلة تكون روتيشن عادية، أول ما الجهاز يحس بالخطر يقلب الحركة. جميل دكتور. سؤال أمانة أعجبني، كيف تقدر تحشو القناة المحضرة اللي تكون منحنية سيفير كيرفد بالكولد لاترال كومباكشن أو بالتراصل الجانبي؟ هل أنت من محبذي أن يكون التراصل الجانبي هنا اللاترال كومباكشن في الكيرفد كنال، أو مش من محبذي هذا التكنيك؟ فعليا اللاترال كومباكشن بتكون شوية صعبة في حالات الكيرفد كنال، بيكون صعب ان نحط السبريدر او ناخذ نيكل تيتانيوم سبريدر بحيث نعمل كومباكشن القناه، خصوصا في مرحله، خصوصا لو كان الكيرف، لو كان الكيرف من منتصف الكنال مثلا، او خصوصا يعني فعلا صعب جدا. اغلب الحالات اللي وضحتها انا بحشي بالهيدروليك كوندنسيشن تكنيك، انا استخدم البايو سيراميك مع الجتابركا. فالجيتا بركة نفسها أنا ممكن أسوي لها بري بيندنج، إن أنا أسلط عليها آيس أو الكحول بحيث أن تكون أكثر قساوة، قادر أعمل لها بري بيندنج نفس قضية الفايلات، وأحطها مع البايو سيراميك. البايو سيراميك سيلر بيعمل لي سيل جدا ممتاز، تقنية الهيدروليك كوندنسيشن جدا سهلة ومفعولها جدا رائع. فاستخدام البايو سيراميك في كذا حالات بتكون مسهل لك في كثير خطوات. جميل. وأمانة 3D obturation حتى هو لو كان الكيرف من منتصف الجذر أو منتصف الكنال يكون معك شوية صعب، لأنك أنت بتنزل بتبات في القناة، فشوية تحس أنه هو صعب. فالتكنيك الأبسط اللي حكاه الدكتور فعليا فعلا. تمام دكتور. هنا في طريقة في طريقة زون تكنيك، كيف تتجنب أن الدبري أو بنترجمها بالعربي الدبري، ما عرفش كيف نترجمها، كيف تتجنب أن الدبري أو الترسبات ما تتجمعش داخل القناة وتسكر الأبيكال بارت أو الجزء السفلي؟ هذه النقطة هي في زون تكنيك. في البعض كمان بيسأل على مرحلة الليج، كيف تتجنب الليج أو كيف تتجنب البلوكيج. النقطة الأهم هي موضوع الإريجيشن. الإريجيشن جدا مهم. طبعا انا لما اسوي استخدم الزوم تكنيك او اعمل كرونال موديفيكيشن، انا اسمح بالدبريس بيخرج من منطقه الكنال الى الاوتسايد ذا كنال، يعني بيخرج من منطقه الاورفيس. فالدبريس جدا مهمه، مش تدخل فايل الا والقناه فيها اريجيشن، سواء كانت اي دي تي اي او صوديوم هايبوكلورايد بيكون جدا مناسب. فما تنساش موضوع الاريجيشن جدا مهم. بدون الاريجيشن حتكون فعلا دبريس، بس مع الاريجيشن حيخرج الدبريس، فما فيش اي خوف فيها.
جميل دكتور. هنا هل طريقة عمل الباي باس أو تجاوز الفايل المكسور في الكيرفت كانال هي نفسها في القنوات العادية أو في عندك تكنيك خاص تحب أنه يكون موجود؟ فعليا في الباي باس بتكون أصعب في الكيرفت كانال. أنا بوضح هنا صورة، ربما موجود هنا صورة، تقريبا هذه الصورة، هذه الحالة أنا أعتقد أنه واضحة هنا، فيها كيرفيتشر، فيها كيرفيتشر وفي بروكن فايل. الحالة هذه جدا صعبة، جدا صعبة. التكنيك تبعها بيكون تقريبا نفس الباي باس الفايلات العادية، بس بيحتاج لي وقت أكثر، بيحتاج لي إكس ريز وقت العمل عشان أشوف نفسي إن أنا مش رايح لمنطقة ليدج أو منطقة أوتسايد كانال. في حاجة بنسميها السيكوينشال جلايد باث أو السيكوينشال باي باس، إن أنا أحط أدخل بفايل 10 افتراضا، دخلت 1 ملي من البروكن فايل بفايل 10، مش ضروري أوصل بفايل 10 لنهاية البروكن فايل، لا أدخل فايل 15 20 بعدها أرجع لفايل 10 أدخل ملي ثاني. فبكذا أنا أتجنب حدوث كسر الفايل وأوسع المنطقة أكثر، بيسهل لي في عمل الباي باس. هذا الشيء ما نستعمله بس فقط في الكيرفت كانال، نستعمله حتى في الحالات العادية بيكون أسهل جدا. هذه دكتور نرفقه فيها في كل مرة، لو أن عندك فايل مكسور ما تحاولش أنك أنت تفرح أول ما تلقى كاتش أو تلقى مكان مجرى، ما تفرحش، وهذه كارثة نشوفه فيها هل بتصير، ما تفرحش وتحاول أنك أنت تستمر وتكمل بالفايل، تكمل بالفايل تلقى خبر وفاة الفايل الآخر another broken file. فأنت أول ما تلقى الكاتش لا ما تاخدكش، لأن شنو يصير دكتور أحمد، بش أنت تلقى المجرى والكاتش هذا مرات تستنزف من الوقت، فالطبيب أول ما يلقى الكاتش تجيه يعني فرحة وغبطة سريعة، فهو يحاول إنه هو بيتجاوز الفايل بسرعة. تجاوز الفايل بسرعة، عندك فايل تاني مكسور already زي ما نشوف فيك. بينما الحال الأمثل زي ما حكى الدكتور إني نوسع شوية بفايل 10 وبعد تالي بفايل 15 وبعد تالي بفايل 20 وبعد تالي نرجع مرة تانية بفايل 10 ونحاول إني نقدم شوية، وهكذا لعند ما نوصل. فهو يعتبر نفس التكنيك، إلا أن بس عندي ملاحظة صغيرة هنا دكتور بنرفقها عذرا. حاول في 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 البروكن فايل لما يكون سيفير كيرفت كانال وفيها فايل مكسور، عذرا حاول انك تتجنب الايديتي ايجل في الشغل. لاضافه جميله، ليش؟ لان احيانا الايديتي ايجل يخلي لك الجدار سوفتند وول، جدار سوفت، فانت احيانا عندك كاتش والكاتش هذا خاطئ، كاتش كاذب، الكاتش هذا يجيك في الجدار، فانت على طول ترانسبورتيشن، ونحب نقولك لو صار معاك ترانسبورتيشن أو اختراق جانبي للجدر زي الحالة السفلية اللي موجودة عند الدكتور أحمد، لو أن اخترق الجدر جانبيا الحالة very very difficult، يعني حولتها من حالة ممكن بسيطة إلى حالة very difficult، وحالة المانجمنت متاعها جدا صعب وممكن تكون unreparable أصلا. دكتور في هنا سؤال ماشي، هو بعيد على الكيرفت كانال لكن وجهوله ربما تعطينا فكرتك بخصوص الأمر. لو أن خليت ملي من الجاتا خارج السن، هل أنت من محبذين الريتريتمنت أو الفولو أب؟ فعليا أنا من محبذين الفولو أب، ما فيش أي إشكالية بيكون الجاتا بركة إذا خرجت أكسيدنتلي، يعني بدون أي خطأ من الطبيب، يعني أكسيدنتلي وقت الكومباكشن خرجت outside the apex، ما فيش أي إشكالية، بنعمل مراقبة للحالة، لأنه فعلياً الريتريتمنت لكذا حالة ممكن تخليك تدخل في مصيبة ثانية. يعني ممكن أنا شايف كثير حالات في بعض أشخاص أو بعض أطباء بيعمل ريتريتمنت بتقص الجتا بركة من الأبكس، وبالتالي ما استفاد شيء فصعب العملية أكثر. في كمان نقطة حابب أقولها في حالة الريتريتمنت، في حالة الريتريتمنت والجتا بركة outside the canal، أنا أفضل إزالتها بالفايلات الماكس وايرز، فايلات الإكس بي، فايلات الإكس بي شيبز من شركة FKG أو ما شابهها، بتكون جدا مناسبة بسرعة عالية، سرعة إطلاق الفايلات، سرعة السبيد 1000 أو حتى 1200 أو 2000، فما فيش إشكالية بالفايلات الماكس واير، فبتكون قادرة على سحب الجتا بركة outside the canal. حبيبي هل انت مع تغيير سرعه الجهاز في الكيرفت كانال عن الستريت كانال؟ هل انت مع تغيير سرعه الجهاز في القنوات المنحنيه او ما يفرقش عندك الموضوع؟
لا لا فعليا في القنوات المنحنيه انا مثل ما تكلمت ان احنا بنشتغل بالاو تي ار او الريسبروكيشن، بيكون تغيير الجهاز في اعدادات كثيره من ناحيه السرعه من ناحيه السيتنج نفسه، فكل حاله لها اعتبارات. القناه المستقيمه بتكون التعامل معها سهل، ممكن ارفع السبيد ل 400، ممكن استخدم تورك 2 او 2.5 ما فيش اشكاليه، بس في الكيرفت كانال بيكون متخوف اكثر، فبمشي بالسيف سايد بيكون احسن. واضح تمام. سؤال تكرر دكتور، في حالة انك انت قسمت الكنال لعدة اجزاء زي ما حكيت وكان فيها سيفير كيرف او منحنى كبير، هل الباتنسي بفايل 10 تحاول تنزل به الى النهاية ولا كل الموضوع مقسم زي ما حكيت تكرمت ان الكورونال بارت او الجزء العلوي نديروا له شيبينج او تحضير، جزء الوسط نديروا له تحضير، الجزء الابيكال ونديروا الباتنسي فيه، شن بخصوص الأمر؟ الأبيكال باتنسي أو استخدام فايل 10، أنا مش حس أعمل أبيكال باتنسي إلا بعد ما أعمل تحضير الأبيكال تير. يعني أنا بسوي كرونال سيجمنت بريبريشن وميدل سيجمنت إذا في الحالة دبل كير، بعدها في الأبيكال تيرد أنا بعمل الأبيكال باتنسي بقية الخطوة. يعني مش ضروري إن أنا أوصل للأبيكس بأول مرحلة، بأخر هذه الخطوة حتى لا جلسة قبل الأوبتريشن، نفس إشكالي. أصلا دكتور أحمد، أنا لو تمكنت أصلا إن الفايل 10 ينزل يعمل لي باتنسي وكذا، إذن معناها الحالة مش صعبة، معناها علاش نقسم فيها أصلا؟ فإحنا نقسمه فيها لأن هي أساسا شوية صعبة، يعني ما تسمح ليش إن فايل 10 ينزل معي إلى النهاية بسهولة، فهذه فكرة التقسيم زي ما تكرم الدكتور. حبيبنا كيف حالك؟ شنو الأخبار؟ في سؤال هنا دكتوري وهو هل يمكن الاكتفاء بالبايو سيراميك سيلر في الجزء الذروي ما بعد منطقة الكيرف الحاد أو لا؟ الدكتورة أكيد تقصد من غير أكزيلري جتابيركا، يعني من غير جتابيركا إضافية، ما نتوقعش انها تقصد سيلر فقط، ولا شن رايك دكتور احمد؟ طبعا موضوع البايوسيراميك في البعض اذا قادر بيوصل البايوسيراميك الابكس without any voids، يعني بيكون الحشو كامل باستخدام البايوسيراميك، سواء كان البايوسيراميك سيلر او البايوسيراميك باتي اللي بيجي نفس العجينه. فالبايوسيراميك سيلر او البطي اذا حشيت القناه كامل بكومباكشن صح، مش هو خطا، هو نفس حشوه السن بالام تي اي. انا ممكن احشي القناه كامل ببايوسيراميك ما في اي اشكاليه، بس بيكون المشكله بالريتريتمنت، بيكون صعب او حتى مستحيل. فنحن لما نحشي بتقنيه الهيدروليك كوندنسيشن، وظيفه الجتابركه هنا مش اوبتريشن ماتيريال، يعني وظيفه الجتابركه اكت از as site for retreatment. يعني المادة الحاشية في تقنية الهيدروليك كوندنسيشن مش الجتابركة، هي البايوسيراميك فعلا، بس الجتابركة بتعمل لي كومباكشن صح للبايوسيراميك وكمان باث للريتريتمنت. فإذا أنا قادر أحشي حالة الكلبت كمان بالإم تي اي أو البايوسيراميك مع without any voice without any problems، فما فيش إشكالية، بس أنا أفضل الجتابركة بتكون اسهل بالتعامل. يعني بنحقن بايوسيراميك بنحط الجتابركه فبتوزع البايوسيراميك في كل مناطق القناه. وللعلم دراسات دكتور اثبتت ان في مجموعه حالات تحت الفولو اب جست بالبايوسيراميك والى الان سكسيد، نجحت 100%. فنتوقع ان العلم الحديث راح يوصلنا لهذه المرحله ان فقط الكنال تحشى بالبايوسيراميك فقط. تمام، هيك نقدر نقوله ان جاوبنا اغلب الاسئله. شكرا جزيلا ضيفي الكريم على وجودك معي، تحيه طيبه ليك ولكل زملاء اليمن. طبعا كنت ثاني ضيف معنا من اليمن، وامانه ضيفين اضافوا لنا لمسه جدا جميله. الضيف الاول دكتور عبد الرحمن الفدج، والضيف الثاني دكتور احمد شوقي من اليمن. نورتنا دكتور وشرفتنا واعطيتنا انطباع جدا جميل على اهل اليمن العظماء، فتحية لك ولكل شعبك الكريم، وتحية لكل زملائنا اللي تابعوا فينا. ما تنسوناش من صالح دعائكم، جزاكم الله كل خير على هالمتابعة الطيبة، وإن شاء الله عيدكم مبارك وعيدكم سعيد، وإن شاء الله ملتمين دائما على الخير،
وفي الخير، ونلتقي بإذن الله مع ضيوف في حلقات أخرى قريبة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لعل البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، حق ويقين، ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفا.